في تطور صادم ومرعب، كشف الصحافي الجزائري عبد السمار مؤسس موقع الجيري بارت عن خبر حصري يهز الساحة الفنية والسياسية. مغني الراي الأسطوري الشاب خالد متهم من قبل القضاء الجزائري بالتجسس لصالح قوة معادية وتحديداً المغرب في فضيحة لم يكن أحد يتوقعها. وفقاً لما أعلنه عبد السمار، تلقى الشاب خالد إخطاراً رسمياً يوم 18 من أكتوبر الجاري عبر محامي شركة التسجيلات الخاصة به في فرنسا بإشعار صادم صادر عن محكمة بير مراد رايس في الجزائر العاصمة، يتهمه بالضلوع في ملف تجسس خطير. ويكشف السمار أن المحكمة العسكرية بالبليدة أحالت على المحكمة المدنية بير مراد رايس ملفاً ثقيلاً يحوي اتهامات مرعبة ضد الشاب خالد البالغ من العمر 64 عاماً ويعيش في لوكسمبورغ. الاتهامات تتعلق بالتجسس ونقل معلومات سرية وحساسة تخص الجزائر، مما يضع ملك الراي في موقف حرج وخطير لم يتوقعه عشاقه في أي مكان بالعالم.